النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الكتل الهوائية ذات درجة الحرارة أقل من المعتاد التي تؤثر على المملكة خلال هذه الأيام. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة هي الطقس الصيفي المعتدل المستمر يوم الأربعاء، ليالي مائلة للبرودة والرطبة خلال الأيام القادمة، وطقس صيفي اعتيادي اعتبارا من يوم الخميس مع ارتفاع قليل على درجات الحرارة. هذا نشرتنا كالعادة بصورة قمار اصطناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، وتوضح انتشار لكميات من الغيوم المنخفضة في عموم المنطقة الشمالية والوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية، هي ناتجة عن ارتفاع في نسب الرطوبة وانخفاض في درجة الحرارة. هذه الظروف الجوية تعمل على تشكل الغيوم المنخفضة خلال ساعات الصباح. هذه الغيوم أيضا عملت على هطول بعض زخات الأمطار الخفيفة والمحليات الطابع. ننتقل الآن وإياكم إلى خرائط توزيع الكتل الهوائية المتوقعة من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة. يلاحظ استمرارا لتأثر المملكة بهذه الكتلة الهوائية ذات الدرجات الحرارة الأقل من المعتاد التي كان مصدرها من البحر الأبيض المتوسط. سيستمر تأثيرها يوم الأربعاء بإذن الله، لكن اعتبارا من يوم الخميس تنحصر هذه الكتلة وترتفع قليلا درجات الحرارة ليعود الطقس الصيفي اعتيادي يومي الخميس والجمعة. نعود الآن إلى العاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة بإذن الله، حيث تتفرق بعض الغيوم المنخفضة خلال ساعات الليل مع 19 درجة مئوية فقط. أما بالنسبة ليوم الأربعاء 28 درجة مئوية مع انتشار لكميات من الغيوم المنخفضة خلال ساعات الصباح والنهار، أما ليلا تنخفض لتسجل 20 درجة مئوية. يوم الخميس 28 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 19، ويوم الجمعة 29 درجة مئوية أما الصغرى 21 درجة. في نهاية نشرتنا نستعرض وإياكم هذا الفيديو، حيث جلبت العواصف القوية التي غطت مئات الأميال رياح أن تجاوزت 160 كيلومتر في الساعة إلى ولايات أيوا، نبراسكا، وإلينوي، وإنديانا يوم الاثنين، مما أدى لانقطاع تيار الكهرباء لنحو مليون شخص وسقوط عدد كبير من الأشجار وأعمدة الكهرباء. بهذا الفيديو ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.